صباحتكم بالخير البنات. اليوم جبت لكم بوراك بثلاث عقدات، ولا عندكم نديرو باللحم بالدجاج وبالسلق ولا بالخضروات. ولا نفوتو بتاع اللحم، درنا هنا بصل اون لامال، عندنا معدنوس، شويه لحم ماشي حاجه، نديرو شويه سمن، هنا نديروه بالسمن باش يجي بالنت زمان، وشويه زيت نعاونوه بشويه زيت. ومن بعد نرمي داك البصل، هنا درتو اون لامال قلت لكم، وباش يزكى لافاص تجيكم زاكيه هنايا. فوالا، ومن بعد نزيد هذيك لا فيونداشي ومن المعدنوس، ومن بعد نضرب البيض وندير اومليت باش يجيني كيما يقولوا زاكي بنين هايل. شوفوا هنايا هاو في المقله، درناها فوق النار، خلينا نشرب مليح الماء تاعو، ودرنا الفيونداشي، دوك نديروا المعدنوس، نخلوه فريمون ينشف، ما خلوش فيه الماء. ومن بعد نصرفوه نديروه في الطرف، واليونين نجبدو مقله اخرى نقلو فيها الاومليت، نديروه هنايا في نفس المقله، نطرفوه هنايا في، ومن بعد نضرب البيض ونزيدو. اوليك نديروا البيض على حساب العيال ولا على حساب الكميه تاع البوراك اللي عندنا، نغسلو ونخليه، ومن بعد نخلطو، ما نخليش هكذا يطيب لي خبيزه، نخلطها هذيك الاومليت. شوفوا هنا نخلطها باش يجيني طريه، ما نطيبوش بزاف ثاني. ومن بعد نخلط لي دو ميلونج هكذا ونحطو يبرد. فوالا شوفوا هنايا يبرد، يبرد فريمون. ومن بعد نفرسي يجي بنين هايل. وهنايا راك تشوفوا بوراك فيجيتاريان، راح نديرو سو فورم دو صمصه، هذا يعني كيما يقولوا صحي زياده، فيه شويه سلق وفيه بصل خضر وفيه شويه شامبينيون، فيه بطاطا طيبه في الماء والملح، شويه نعناع، سنينات ثوم، زيت وملح، فلفل كحل، ملح درتو في البطاطا. انا داك الشامبينيون جلي صوتي يعني طيبته في زويته وملح وفلفل كحل. راكو تشوفوا هنايا شويه نعناع، هاوليك اللي ما يحبش النعناع يدير حاجه اخرى. ها ساهل يعني وخفيف ويساعد كل واحد، ماشي شرط اللحم. تشوفوني فرماج ني لحم ني دجاج. نشد مقله ندير هذاك السلق تاعي، ما نفورو ما نغليه، هنايا نديرو ديراكتومون يتقلى. راك تشوفو نغمو بالغطا ونخليه يطيب حتى يدبال، ومن بعد نزيد له هذيك البصله دوائر، قطعناها دوار دوار، الخضره ثاني البصل الخضر ولا الرقبي هذاك بالخفي طيب، ما يدومونديش طيب بزاف. ومن بعد نخلطهم، درت دوك سنينات تاع الثوم الداخل، ودوك ندير هذوك الوريقات تاع النعناع، هاوليك نديرهم، درنا فلفل الكحل ثاني، هاوليك نديرو قبل فلفل الكحل، وثاني الوريقات كيما هدرت. فوالا، راني نزرب شويه في لافيديو باسكو فيه طويله وديموندي بزاف الوقت. انا كتشوفو زدت هذاك شويه شامبينيون كميشه ماشي حاجه، شامبينيون هذاك المعلب. ومن بعد واش ندير، نخلط بهذيك لابوري اللي نكون طيبتها في الماء والملح قلت لكم، سنيناتهم وعبصتها، دونك نخلط لي دو ميلونج، يجيني شغل ميلونج خفيف وناشف، هذا صحي كتر من الاخر ويكونوميك. هنايا تاع الدجاج انا نديرو في لي كورني، راح نخدم بعدا دي كورني. تشوفوا هنايا الدجاج طريف برك ماشي حاجه، درنا صوص فخومه سيبوها في صندوق الوصف. من بعد شوفوا واش ندير، نشد كسرونه ولا طنجره صغيره ندير فيها بصل وثوم، نطيب صوص بلونش عاديه، ندير الدجاج وندير الزعتر والرند، شويه زيت شويه فلفل الكحل، نديه يتقلى تخي تخي بيان، ومن بعد نفتو. فوالا كي يطيب بيان نفتو، نزيد له هذيك كريم فرماج شويه زيتون ونعمر به الديول تاعي. فوالا كي يتقلى تخي تخي بيان، ومن بعد نمرقو ونخليه يطيب حتى يطيب، وقلت لكم ونفتو ونخلط له كامل. هنا جبت لكم هذيك الشريبه ولا انسوب ولا فلوتي كما حبيتو سموه، مع الخضره يعني الخضره اللي عندكم. انا درت حبيبه، قراح، بطاطا، طوماطيش، بصل، درت شويه زروديه ثانيت، شويه هذوك العرف تاع معدنوس. وهنا كتشوفوا راني نزيد في الشلاطه، نخلط تري تري بيان، نقلي في الاول، نقلي قبل باش نزيد الشلاضه، الشلاضه ما نقليهاش غير نزيدها نمرق، هاوليك
ماء سخون بيان سور، نطيبو واحد 15 دقيقة هكذا، في عقلو يطيب. ومن بعد مقبل ما نغلق عليه نزيد له شويه عدس هذاك الاحمر كميشه، ما كانش عندكم ديروا الروز ديروا واش حبيتو. انا شللته تري بيان ودرته عدس هذاك الاحمر لي لونتي كوراي مالك، ونغطي ونخليه هنايا كي طاب لي كلش. تشوفوا الخضره طابت بيان، نشد نزيد شويه موتارد براس المغرفه، لي ما يحبش ما يدرش هذا سيتا غو برك، ما نديروش بزاف باش ما تجيناش حاره. ومن بعد نزيد شويه فرماج، انا كانوا عندي كالكو بورسيون هامليك هنايا واحد ولا زوج ولا ثلاثه، نتوما واش عندكم في الدار. ونميكسي كلش ولا سوب تاعي واجده. هنا ندورو لهذاك البوراك، هنا نبدا نعمر. عندنا لي تخوا ميلونج اللي طيبناهم كيف كيف، عندنا كورني هنا شوفو قطعت حبة على زوج باش نخدم صامصات، نعمرهم بهذاك تاع السلق. وهنا عندي بلوندو في ثانيت باش نلصق، نحط هذيك لافارس قدامي نطوي هنايا غير شويه، ندير اون بوند طويله ونعمر. هنا درنا السلق للصامصه باسكو ناشف مع ديك البطاطا سي ساك شغل ما فيش لو جو، نطويها اون تخوا ومن بعد نلصقها بالبلوندوف باش ما تنحليش في المقلة، ونقليهم عادي كامل. الناس تعرف تقلي البوراك، هنا درناهم قلنا بدناهم شغل بريوات ولا كما يقولوا صامصات هكذا. وهذو خفاف سهلين مهلين، ماشي شرط اللحم والدجاج باش ندير البوراك والمرا كيفاش، حسب المقدور الانسان. ورمضان الله الله يبارك 30 يوم من داك نبدلو حاجة مكلفة حاجة قيس قيس. وهذه هي، وهنايا شوفو نديرو هذاك تاع اللحم مع البصل مع لوملات، نديرو نورمال هو كلاسيكي دونك نديرو سيجار هكذا، ندور بيان ونزير مليح باش ما ينحلوليش ويجوني واقفين هكذا. كي يكونوا شبان الديول فريمون يساعدو، هادو كوميرسيال هادو ماشي هادوك تاع الدار. فوالا نزيدو اون دوزيام كيف كيف، هنا نغيرو شويه كل مره واش نديرو على حساب الموجود هكذا. نغلقهم بالعقل ونطيبهم ثانيت في الزيت، نقليهم كامل. الناس تعرف تقلي قلنا شويه زيت ونخل نقصو لهم النار باش يطيبو تري تري بيان، حرقوهمش خلوهم دوغي يجو شبان. وهنايا شوفوا نخدم بلي كورني، انا لا فارس تاع الدجاج درت دي كورني فوالا. تشوفوا لي كورني هذو ندهنهم بالزيت وندير لهم شغل النص من بعد الرباع تاع لا فاي هذيك. شوفوا ندهن قبل بالزيت فوالا، ندهنهم كامل. ومن بعد واش ندير، نطوي على زوج هذيك الورقه تاعي، انا يجو شبان باسكو كبار الديول، نقطعهم اون دو ونزيد اون كات هكذا، نطويهم اونكور على زوج باش يجوني مثلثات هالا هكذا. هنا يشدو شويه اليد واش عليه، مياك تشوفو حاجه كيما يقولوا الشغل مليح يطول. هذو يعني ماشي تاع دايما، الواحد كي يجيه ضيف ولا يحب يبدل ولا يديرهم بوكو با لو بدي يبدل، العين تاكل مقبل الفم دونك الواحد يدير على حسب كي يكون عنده الوقت ولا عنده بنات في الدار يعطيهم لهم يخدموه يجوزوا الوقت به. هنا نديرو بلوندوف ونلصقو ورقه في ورقه، ما نديروش ورقه واحده سينو يتكسر كامل، نقدر نديرو حتى ثلاثه كي تكون رقيقه ديك ديول. ومن بعد ندهن بالزيت كيما دهنت لو تيوب هذاك، ندهنهم بيان 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 باش يحمروا ثانيت ويخرجوا لنا فاسيلمون من التيوب هكذا. ونشد نحط هذاك لو كورني في الوسط وندور بغير بالعقل، ندور ما نزير بزاف ما نخليه مرخي،
كنخلي مرخي نفتح دونك نزير قسمه ندور عليه ونلصق بالبلونداف. هنا الى جاني شويه زياده نقطع هذاك زايد ولا نلصق كاريمون بلونداف. هذا ما كان انا نستويهم الى حبيتو نستوهم، كي تجي بزاف خارجه هناك تشوفوا بياض بيض. ونحطهم في سنيوة مدهونة بالزيت، وهو مثلا نزيد ندهنهم تخي تخي بيان. وهاني درت لكم شوية وصفات تاع بوراك، مرة اخرى نديرو دي سالي كل مرة واش نديرو. هكذا ندير سنيوة قلت لكم مدهونة بالزيت ونستفهم ونحطهم على ذيك الفتحة هذيك. هكذا هما ثاني دهنهم تخي تخي بيان، الفوق تاعي يكون سخون. نديرهم واحد 15 دقيقة ماكسيموم، 10 15 سختو الا كان هذاك الفونتيلي نعسهم نفقدهم، ماشي نخلي نديرهم وننساهم باسكو بالخف يحمروا. ام رقاق ماشي خشان. ونفوريهم بهذيك لافارس تاع الدجاج ولاكريم فروماج والزيتون. عندكم برك نحي شويه وتنا نديرو في لابوش، قلت لكم نميكسيها ونديرها سو فورم دو غوزاس، نشبح بها الكورني وندير فخوماج من الفوق. وتشوفوا الطريقه هكذا. وهذاك الزايد نحيه كامل، ما من الفوم تاعو نحيه له ذاك الزايد باش نقدر نخرجوه ابخي هذاك الكورني، ونخليهم حتى يبردوا. هنا شوفوا طابولي الله الله اخوخيين، وهاي ليكم لافارس هذيك. وهذيك اللي قلت لكم عليها درتها في لابوش، ميكسيتها ولتها في لابوش ونشبح بشويه فرماج. وهم ليك البوراك قليناه جا خوخي الله الله شباب، ما نحرقوش نخلوه دوغي باش يجي شهي. راك تشوفوا هنا راني نعمر غير براس المغرفه ولا غير بشويه من تحت حتى نعمرهم تخي تخي بيان باش ما يجوش فارغين. نستويهم من الفوق ومن بعد ندير الغوزاس قلت لكم بالادوية شويه فرماج ونحطهم نورمالمون يتحطوا في لي فيغين. وهنا شوفوا فوالا هامليك، شوفوا البورك تاعنا عندنا لي تخوا فورم لي تخوا فارس ديفيرونت هانا قليناهم. وشوفوا هنايا الكلاسيكي هذاك يعني لو كلاسيك قطعتو دو لي درتو قليتو نورمال اون سيجار، وهنايا عندكم درتو جوغ صامصة. دونك نقطع لكم حبة على زوج باش تشوفوها كيفاش جات لداخل، يجي كروستيون الله الله، يجي خفيف ايكونوميك وسهل ماشي واعر. وهنايا لي كورني مودرن هادو سي دي بوراك مودرن، راك تشوفو نحيناهم من هذاك الاخر وبلاكو برك حذرو باسكو يتكسرو يسون فخاجيل. نعمرهم بهذيك لافارس كيما هضرنا وشفتو مقبل وشبحناهم كيما ورينا لكم في الاول. وهكذا نورمالمون يتحطوا قلنا في لي فيغين. بون هنا نخدمو واش كاين واش عندنا. وهنايا لا سوب تاعنا هاي طابت الله الله، جات عقده درت لها شويه هذاك العكري الاحمر اللي حار، ونبدلو شويه من الشربه البيضاء والشربه الحمراء. من ذاك نديرو سوب خفيفه تاع لي ليغوم سهله ما تكلفش، تعني غير شويه خضره. دوك الربيع راه كاين الخضره اشكال والوان. وهنا شوفوا لو كورني تاعنا، وش راه راني لبيت الغابات تاع البنات. كاين اللي كتبوا لي حبوا لي سالي، كاين لي كل مره واش ندير لكم، مره اطباق مره لي بغيوش مره لي جاتو حاجه معسله. راه جاي الخير ان شاء الله بالعقل بالعقل، نلبي كامل الطلبات. و ولا راني نرجع كاع على لي كومونتير، وانتوما ثاني حبيتو حاجه اخرى زيدو كتبوا لي وقولوا لي واش راكو حابين. وراني ان شاء الله في كما يقولوا في الخدمه، برك سعفوني بلا عقل بلا عقل، ما نقدرش ندير كلش على فوا، راني بالعقل بالعقل. وهكذا ان شاء الله شهيدكم بالصحه ويدخل علينا رمضان بالصحه والهنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى الملتقى ان شاء الله.